مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة تبعوها لتنوير رأيهم أكثر في الموضوع. إيمان 26 سنة كبرتها ربيعة، والأب ديالها قبل ما توفى ربيعة بثلاثة أيام عطتها السر: أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. أنا بدأت عندها حياة أخرى فيها نوع من الصعوبة، تبحث عن الأم البيولوجية وهذا حقها. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل، أمر من الله ومجهود المغاربة في طريق إيمان نساء أخرين كان عندهم نفس الملف كيتسحبون بنتهم هي إيمان، عرفوا بناتهم مغاربة لهم دور كبير. في الأواخر وصلنا الحافظة آسفي، وصلنا المعلومات الزينية الله يرحمها، الإبنة ديالها مشكورة ساعدتنا في معطيات وقدرت توصل السر الخالة ديال فاتحة. شكون هي الخالة فاتحة؟ اللي هي فاتحة اللي هي الأم البيولوجية بين قوسين. الخالة تكلمت مع إيمان هنا فين وصلنا في الموضوع. من بعد احتراما للرأي العام والتعليقات الناس تطرحوا على الناس سؤال وكيصيفطوا لي بشكل مباشر: واش تلقت بإيمان وما خبرتيناش؟ لا يمكن أن يكون جديد، أن يكون في الموضوع شيء جديد وما نورش بيد الرأي العام. احتراما لكم بشكل كبير. مشاهدين الكرام، أنا أتكلم ولست على ما يرام، لأنه الرياح تمشي بما لا تشتهي السفن. تمنينا الخير ولكن القضاء القدر، ما عدنا عليه هروب. مشاهدين الكرام، غنشوفوا الجديد ديال إيمان. إيمان تي كتبكي، آخر الفيديو هو السر اللي عطتنا الإبنة ديال زيانية. من مراد وات معاك الخالة ديال الأم ديالك اللي هي فاتحة بين قوسين. الحوار اللي دوات معاك وطلبتي منها باش توصلك عند الأم، وعطتنا عطتك واحد الوعد، قالت لك غادي تشوفيها. من بعد عاود اتصلت بك، ملي اتصلت بك شنو قالت لك؟ أول حاجة أنا بغيت نشكر المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب اللي هما واقفين معايا ومسانديني وكيسولوا فيا دائما وباغيين يعرفوا اشنو، واش تلاقيت بالام ديالي او لا. وانا شحال من واحد كيقول لي: ايمان واش تلاقيتي؟ علاش زعما واش تلاقيتو في السير؟ واش سمي؟ انا والله ما تلاقيتها وعمرني ما شفتها، وعمرني ما شفتها كيفاش دايره من غير ربطات بيا اتصال صافي بوحديتو. اما باش شفتها راه ما شفتهاش، كون شفتها او كون شفتها كون رانا طلعت وقلتها لهم كاملين. فاش دوات معايا الخالة ديالها، كانت من قبل كانت وعدتني انني غدير المستحيل، قالت لي انا غادي ندير كيفاش غادي نجي عندي فاتحة وكيفاش غادي تطلاقي المرة، ولا قالت لي غادي تطلاقي انت وياها، كيفاش غادي نتلاقاو انا وياها. من بعد عاودت هضرات معايا، قالت لي راه ما غاديش تطلاقي معاها دابا. قلت لها علاش؟ قالت لي ما ممكنش ليا نقول لك، ممكنش ليا نقول لك، المهم ما غتلاقايش معاها. بقيت انا كنطلب فيها، قلت لها عافاك، قلت لها ديري المستحيل، انا بغيت غير ندوي معاها، بغيت نتلاقى معها كيفاش ديري. اولا قلت لها على الاقل عافاك، قلت لها غير تعيط ليا منا عارفه، غير تعيط ليا غير في التليفون، من ما بغاش تتلاقى معايا. قلت لي انت ما يمكنش ليها تتلاقى معاك دابا، الظروف ديالها اولا سميش ما يمكنش دابا تتلاقى معاك حتى يفوت رمضان عاد تتلاقى معاك. انا قلت لها على الاقل غير تتصل بيا. قالت لي واخا، قالت لي صافي، قالت لي انا غادي ندوي معاها وغادي ندوي معاها ونخليها تعيط لك. وهي تقول لي الخاله ديالها، قالت لي الا بغيتي بعدا، قالت لي غادي تحيدي من هذا الشيء، غتوقفي. قلت لها شنو غادي نوقف؟ قالت لي توقفي هاد الفيديوهات ما تبقايش ديريهم بارك. قالت لي صافي ما تبقايش ديريهم، راه حنا من ورا رمضان وغادي تطلاقي انت وياها. وهي تقول لي من ورا رمضان وغادي نديروا التحاليل ديال الاديان. انا قلت لها مرحبا، قلت لها اها، قلت لها مرحبا، بغيتي التحاليل الاديان ما كاين حتى شي مشكل نديروهم. قالت لي صافي، قالت لي راه من هنا واحد شويه غادي تعيط لك. خلات واحد ساعه المكانه عيطت لي، قالت لي الو، قلت لها الو، قالت لي ايمان، قلت لها اه، قلت لها شكون معايا؟ قالت لي معك فاتحه. قلت لها متشرفين. بقات كدوي، عطاتني مده ديال 26 عام، عطاتني 2 دقائق من وقتها وقتها. فاش جوج دقيق قالت لي شوفي، قالت لي هانتي اعطيني وقت من ورا رمضان وغادي نطلاقك. وهي تقول لي من ورا رمضان فاش غنطلاقاو
قالت لي اني جن غنمشيو نديرو التحاليل ديال لادين غادي نديرو التحاليل حتى هي جاوبتها. قلت لها اه. قلت لها انا بغيت نعرف. قلت لها عاودي ليا كيفاش عطيتيني قالت لي ما يمكنش ليا نقول لك ما يمكنش حتى نتاكدوا واش انتي وديك الساعه نقول لك. قلت لي ديك الساعه باش نقول لك نعاود لك من الاول حتى الاخر. ولكن قالت لي الحاجه الوحيده اللي بغيت حتى هي قالتها. قلت لها شنو؟ قالت لي غادي تحبسي من هذا الشيء. قالت لي وداك الفيديو قالت لي اللي طلعتي ودويتي وقلتي ان حافظه وسمعتي. قالت لي انا ما كنعرف حتى شي واحد من غير شخص وحده اللي كنعرف. قالت لي هي الزيانيه هي اللي كنعرفها بوحديتها. قلت لها كيفاش كتعرفي غير الزياني بوحد؟ قالت لي شوفي. قالت لي من غير. قالت لي هزات البنت وخرجت بيها. قلت لها كيفاش هزات البنت وخرجت بيها؟ قلت لها كيفاش؟ قلت لها كيفاش غادي تجي غادي تهز بنتك من حداك وهي باقا الله يالله تزادت وغادي تخرج تقول لك غنخرجها؟ قالت لي خرجت ما عرفت لمن عطاتها. قالت لي ما عرفتش لمن. وانا كنت في هذيك الوقيته كنت بغيت زعما تهضر معايا بطريقه زوينه كتهضر معايا بوروده بحال اللي كتبين ليا كتقول علاش جايه دابا. ما هضرتش معايا ما قالت حتى شي كلمه اللي تقدر انها زعما تبردني اولا بزاف. ما قالت حتى شي حاجه. انايا الحب لقيتو واحد الناس ما كنعرفهمش هما اللي عطاوني داك الحب كامل. الناس تعرفت عليهم غير من ورا الفيديوهات داخل المغرب وخارج المغرب. هذاك الهضره اللي كنسمعها منهم هما كنت بغيت نسمعها منها هي. ولكن لا هضرات معايا بحال شي بحال كتهضر مع شي حجره. ما قالت لي حتى شي حاجه. جوج دقائق عطاتني من وقتها وهي تقطع التليفون. قالت لي من ورا رمضان قالت لي غادي نديرو التحاليل ديال لادين صافي. ان وحده اللي 26 عام خليتيها وجات هي اللي كتقلب عليك بغات تشوفك وتتعرف عليك ودير صلة الرحم بينك وبينها حتى شي حاجه. جات هضرات بواحد البرود بحال ما عرفتش علاش. انا اللي غنقول لك وغنقول لك عندك 40 مليون مغربي. عندك 40 مليون ام وعندك 40 مليون اب وانت محبوبه الجماهير وكل شيء معاك. هذا اروع الاشياء. عسى وان تحبوا شيئا وشر لكم. نتكلم على التواصل معها. انت ديتي اجر كبير عند ربي على صلة الرحم. وانا سمعت الاوديو سمعت الكلام كله. ما بغيتكش انت تأزمي هكا. بالعكس المغاربه مساندينك وانا كنوضع رقم الهاتف ديالك وتيتواصلوا معاك. شنو هو الهدف اللي عندنا؟ هو ان هاد السيده غتعرفيها واش مجوجه ولا لا. عندك المعلومات وعارفه واش عندها الولاد ولا ما عندهاش. عارفه كلشي. تعرفي خوتك وتعرفي خواتاتك. تمنيت يكون داك التواصل وانا سمعت. ولكن لا راي اخر. الان القرار ديالك في الموضوع. قالوا لك ترمو رمضان وان شاء الله نعيطوا لك ياك. شنو بالك؟ قالت لك ترمو رمضان ونطلقوا ونديروا التحاليل ديال لادين. انا ما نكتب من ندبت معي بديك الطريقه ما بقيتش باغي حتى شي حاجه. انا الام ديالي اللي غادي نبقى انني نتفكرها كل شيء هي ماما الله يرحمها. حيت هذيك هي نهار اللي مشات مشى كل شيء. لا هي لا بابا الله يرحمه. ما عندكش مشكل في لاضيين. عندك مشكل في الطريقه باش جوات معك. ملاضيين بالعكس حنا مرحبا بيا في لاضيين. اه ما عنديش مشكل في التحاليل ولكن المشكل اللي عندي هو طريقه الهضره ديالها معايا. عندك اللي ما بغيتهاش وما تقبلتهاش انني مريضه وكل شيء. وطالعه انا اللي كنقلب وانا اللي سميتو. هي النهار اللي عرفات ونهار اللي شافت ما تحركتش فيها ولو غير شويه. انا ملي كنجي كنفكر كنقول غير شوف كيفاش دوات معايا فاطمه
غير قالت غير يمكن تقدري تكوني انت هي الام ديال انت هي الابنه ديالي. هضرات معايا زوين وهضرات معايا بواحد الطريقه اللي حنينه فاتحه براسها. الناس اللي غير تما غير المتتبعين وكل شيء واللي هي الام ديالي ما ندواش بحال اللي كتبين ليا كتقول كيف ما قلت لك علاش جيتي دابا علاش بنتي وانا ما كنت طالبه منها حتى شي حاجه والله ما كنت طالبه منها شي حاجه تقول زعما هذه مريضه ولا سميتو والله ما كنت طالبه منها شي حاجه ولا باغا منها شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كنت باغا هي انني ندير معها صله الرحم ونشوفها. هادشي اللي كنت باغا منها صافي ما كنت باغا حتى شي حاجه. ايمان حنا معاك والمغاربه معاك وان شاء الله غدوز هاد الازمه والناس الحمد لله كيتواصلوا معاك. انا والله ما عرفتش غنقول لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو المستجد المر اللي ما كناش كنتوقعوا بهذه الطريقه ولكن الحنان ما عطاش ربي لكل شيء. الحنان كاين اللي عطاه لي صدر ربي وكاين اللي لا. انا ما غاديش ندوز في الموضوع غنمر امور مرور الكرام باش ما ننتقدش اكثر. نعلم جيدا فيما يخص بين قوسين هاد الام البيولوجيه قدرنا ما امكن في الفيديوهات اللي شفتي وحفاظا على المعطيات اللي عندنا ما نشرناش هاد الامور بزاف طلعت عبارات. هاد الابنه الى ما وصلتكش الرساله نبسطها معاك كتسنى طريقه الكلام ديالك معاها بصدر رحب بدون لغه جافه او ما يسمى بلغه الخشب هي اللي استعملتي. هذا ماشي بعشرة. البنية ينقصها الحنان والجانب النفسي مهم في الموضوع. إلا عندك شي حنان يعني إلا ما عندكش الغرب الله هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي هي الخالة ديالك تمنينا حتى هي أنه كما وعدتها وتكون واحد صلة الوصل كلام طيب واحد الطريقه تقدر الدريه ماشي ما تشوفكش في رمضان دوز حتى 6 شهور اخرى ما عندنا مشكل والراي العام كيتقبل معنا الوضع. راه قلتها في السابق تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. حنا ما كرهناش يكون واحد لقاء تواصلي ويكفيني كلمه قالتها ايمان قالت لك انا تعود ليها القصه وانا مسامحه الدنيا واخيرا. ها الحين من عطى الله الطرف الثاني موضوع النقاش. البنيه كتبكي وشويه في الداخل ديالها ما بغيتش ندخل في امور اخرى. في الوقت اللي سمعت واحد الوضع كانت فيه ليس على ما يرام وحاولت ما امكن انا رفقه مجموعه من الاعلاميين واعلاميه كدوز حتى هي في الموضوع مشكوره اللي مشات عند ايمان وربطت بها الاتصال وحاولنا ما امكن وهذا هو اللي خلانا ديمات اننا ما تناولناش الموضوع لانه هذه اللغه الجافه اللي تعاملت بها اللي هي الام البيولوجيه ما انا لا قلت الصحافه ما تدوزيش في الصحافه وحتى حنا ما غندوزوش معك ما عندنا اشكال ولكن هالطريقه اللي تعاملتي بها مع ايمان في مكالمه جوج دقائق استعطتنا روابط مهمين وعطتنا عنوان لكل جي مقام مقال. هذا الموضوع عطاته عنوان 26 سنه جوج دقائق وبواحد الطريقه فيها نوع من الخطاب الجاف. علاش تمنينا يكون العكس وتكون واحد الصدر رحب. انا نقول لك بالدارجه المغربيه مجوجه عندك الاولاد تلاقي انت وياها ولا تواصلي معها في الهاتف دوز تعام والا ما كتبش ربي كاع تلاقي بالعكس تقول الام ديالي انا نتواصل معها ونقدر ظروفها. والله العظيم هاد البنيه تتقدر ظروف كيفما كان الحال ولكن دويتي معاه بحال كتشوفي معايا الجانب القانوني. السلام عليكم. عليكم السلام انت هي فلانه ايوا نديروا لا ديان. هذا ماشي بعشره لا. اذا غاب الاحساس والود والرحمه رب العالمين كل شيء غيب سهل. انا كندرج في الموضوع مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع قصه ايمان وهي صاحبه القرار في الاخير واش تلقى بها نعم ام لا. إيمان فوضى جد صعب نحن دائما على تواصل معها وكذلك الدعم بالمغاربة مشكورين في الموضوع التواصل ديالهم مع إيمان اللي هي مقبلة إن شاء الله على تتبع مجموعة من الإجراءات فيما يخص التشخيص الطبي ديالها باش تمشى شأنها شأن عدد كبير من المغاربة. والله العظيم لا تنخربق حيت فريمون تصنت أنا لديك الطريقة كلام في نوع من الاستفزاز بهذيك الطريقة
مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الجديد ان شاء الله. تعليق المواطن، شكرا لكم.